انا جيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحشتوني جدا 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 يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جايبة لكم مشروب الحليب بالكركم. الحليب بالكركم ده فوائده هايلة هايلة جدا، اللي عايز يخس، اللي عايز، بصوا له فوائد كتير هقولها لكم. وبصوا الكوباية اصلا شكلها حلو ازاي وطعمه لذيذ. اهم حاجة في الموضوع ان هو طعمه لذيذ جدا، الاطفال بتحبه والكبار وكل الناس ممكن تقدر تشربه، سواء عايزة تخسي او مش عايزة، سواء جسمك كويس مظبوط. هو بيعالج حاجات كتيرة قوي هتعرفيها معايا دلوقتي في الفيديو، يعني انا بنصح بيه اللي عايز يخس بيشربه، وحتى اللي جسمه مظبوط وسليم ورشيق يشربه برضه، لانه مفيد جدا جدا ومغذي. وان شاء الله باذن الله هتعرفوا فوائده كلها دلوقتي. وايه رايكم بقى؟ طبعا لونه لوحده لونه جميل جدا والله، وريحته تحفه، وطعمه يعني ألذ. طعمه بيشهي، انا نفسي هشربه حالا اهوت. طعمه جميل جدا جدا، وتعالوا معايا، خليكم معايا لحد اخر الفيديو، ما تنسونيش بقى في اللايك عشان تشجعوني. تعالوا معايا عشان اقول لكم المشروب الجميل قوي ده عملناه ازاي، وبينفع لايه، وبيفيد ايه، وكلنا ان شاء الله هنشربه، سواء عايزه تخسي او مش عايزه، سواء عندك اطفال، اي حد كبار صغار كلنا هنشربه ان شاء الله. ولانه كمان حتى الناس اللي بتعاني من ارتفاع السكر هتشربه، لان هو بيخفض نسبه السكر في الدم. كله مش هقول لكم يعني. تعالوا معايا شوفوا المكونات بتاعتنا الجميله، عشان هو لونه بصراحه بيشهي كده وعاجبني. يلا بينا بسرعه نشوف احنا عملناه ازاي ونحضره مع بعض، متنسونيش بقى في اللايك. ها ويلا بينا بسرعه. وقبل ما نبتدي وصفتنا الجميلة حليب الكركم النهاردة، عايزة اعرفكم بعض الفوائد عنه. هو فوائده لا تعد ولا تحصى. اول فايدة معايا ان هو بيساعد على خسارة الوزن بنسبة كبيرة جدا، لان الكركم بيساعد على حرق الدهون المتراكمة في الجسم. ومش بس كده، لا ده بيساعد على منع تكونها من اول وجديد في جميع انسجة الجسم المختلفة، تمام؟ يعني هو بيساعدنا ان احنا هنخسر الوزن، وكمان بيساعد ان مفيش دهون تانية هتتكون في جسمنا خالص. هيبقى الجسم على طول اول باول بيحرق الدهون، اول باول بيحرق الدهون. ان شاء الله باذن الله هتعجبكم جدا جدا مع التخسيس. تاني حاجة، بيمنع التهاب المفاصل والام العظام والتهاب الاعظام والحاجات دي، لان الناس اللي هي الدكاترة يعني لما بيجوا ينصحونا، مثلا لو حد رايح يكشف على رجليه او ظهره او اي حاجة بتوجعه في العظم، بينصحوا دايما ان هو يشرب الكركم، لانه بيساعد اصلا على علاج بسرعة، بيسرع عملية العلاج مع العلاج. بيعمل ايه كمان؟ بيقوي عندنا الاسنان وبيقوي العظام. هقول لكم بقى حاجة، فايدة له، اكبر فايدة لحليب الكركم ده، ان هو بيزيل سموم الكبد خاصة، يعني بيركز على الدهون اللي على الكبد بالذات ودهون الجسم كله عامة، تمام. بيعمل حاجة كمان جميلة احنا محتاجينها اليومين دول، بيقوي جهاز المناعة بطريقة جامدة جدا جدا جدا. بيحسن حالة المزاج عندنا، يعني الجماعة مثلا، احنا طبعا احنا كلنا اكيد بنعاني من الاكتئاب، وبنعاني من كلنا بنزهق كده لوحدنا في اي وقت. المشروب ده بيساعد على تحسين المزاج جدا جدا، وبيمنع الاكتئاب اللي عندنا اللي بيجي لنا فجأة ده. بيعمل ايه كمان؟ طبعا فوائده بقول لكم جميلة جدا جدا جدا. بينقي الجهاز التنفسي بتاعنا، بينقي الجهاز التنفسي، بيساعد ان الجهاز التنفسي بتاعنا كده نبقى نتنفس بسلام وامان كده ان شاء الله باذن الله. بالذات احنا في اليومين دول محتاجين اي حاجه تخص المناعه او الجهاز التنفسي، وربنا يحمينا كلنا يا رب العالمين. بيساعد على ان هو بيمنع الزهايمر وبيمنع الامراض الوحشه لا قدر الله لما نستمر على شرب المشروب ده. يعني كل الفوائد اللي انا بقولها لكم دي شويه على اللي هو بيعمله، اتفقنا؟ فاحنا اصلا هنشربه عشان التخسيس، فهو هيعمل معانا فوائد اكتر واكتر واكتر، هيساعد معانا في حاجات جميله جدا جدا، وهيحسن عمليه الهضم بطريقه فظيعه. هيخلي الاخراج عندنا سهل كده ان شاء الله، ومفيش حد هيعاني لا من امساك ولا من اي حاجه ان شاء الله باذن الله. هيعدل يعني بالبلدي كده، هيعدل القولون من عندنا من جوه ان شاء الله، وهيحسن الدنيا كلها جوه، لانه مشروب بيحتوي على كذا حاجه كده في بعض، وهيعلي الحرق جدا 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 في جسمنا. هيخليكي مكنه حرق كده، هتاكلي هتحرقي، هتاكلي هتحرقي، بس نمشي عليها ان شاء الله باذن الله، وهنشوف نتيجه هايله جدا جدا. تعالوا معايا كده بقى نحضر. بص يا حبيبه قلبي، هجيب معايا بقى كوبايه لبن، مش عايزه الوش ده انا اللي بيطلع، انا اصلا لسه غاليه اللبن حالا. كوباية لبن بس تكون سخنة، تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، اهي كوباية لبن سخنة، اتفقنا؟ دي كده معايا
اول حاجة اهو اللبن بتاعنا، اي لبن بقري بقى، جاموسي، اي حاجة نشربها. هجيب بقى الكركم، حبيب الملايين، حبيب التخسيس اصلا، استاذ التخسيس. هنحط منه معلقة بالشكل ده، نقلب كويس جدا جدا. طبعا بالطبيعة لون اللبن اتغير. عايزة اقول لكم انه بيبقى طعمه جميل جدا الكركم اصلا، غير ان هو بنتبل بيه الاكل، لما بنحطه في الاكل بيخلي الاكل طعمه حلو، ولما بينعمل مشروب بيبقى طعمه تحفة تحفة. اهو انا كده حطيت معلقة، شايفين اهي قلبته. هنجيب معايا مكون كمان، شوية مكونات مش مكون. هعوز معايا نص معلقة زنجبيل مطحون، لو عندك فريش ممكن تحطي منه مبشور، هنحط نص منه اهو. طبعا الزنجبيل معروف، معروف جدا في التخسيس. هعوز معايا نص معلقة قرفة مطحونة برضو اهيت. اهو تمام، نقلب بس كويس. هنعوز معايا كمان، عارفين الفلفل الاسمر طبعا بتاع الاكل، هاخد منه حبة صغيرين كده، يعني زي ربع معلقة او كده. الفلفل الاسمر بيساعد في عملية الحرق جدا جدا، بيطلع، لان كل حاجة حراقة عموما بتساعد في عملية الحرق. اهو ناخد منه كده، هي دي معلقة صغيرة اهو. تمام اهو. عايزين بقى نحلي، هنحلي بالعسل الابيض. وراح فين اهو، هاخد منه معلقة اهو، معلقة عسل ابيض. تمام بسم الله اهو. وطبعا العسل الابيض بيساعد كمان في حرق الدهون، يعني بيعلي عملية الحرق عندنا جدا، وبينظم عملية الايض اللي في الجسم. جميل جدا جدا جدا، مشروب متكامل مليان غذاء مليان فوائد، يعني اللي هيشربه مش بس هيخس، ده بيعمل حاجات هايلة في الجسم ومغذي كمان، يعني يعتبر هو لوحده كده وجبة غذائية اهو. انا كده بقى المشروب عندي جاهز. بصوا بصراحة الشكل بتاعه لوحده يفتح النفس. اللي مش عايز يحط فلفل اسمر، بس انا بحب الفلفل الاسمر طبعا جدا عليه، لان هو بيحفز فعلا عملية الحرق جدا. اللي مش عايز يحطه او عنده حساسية من الفلفل، في ناس عندها حساسية من الفلفل الاسمر، بلاش الفلفل. تمام، بس المشروب ده هايل 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 في تخسيس الوزن بطريقة فظيعة جدا جدا، وبيعمل فوائد كتير لا تعد ولا تحصى زي ما انا قلت لكم كده. يعني كفاية بس ان هو هيقوي جهاز المناعة عندنا اليومين دول، وكمان هيحسن النفس بتاعنا كده، وهينقي الصدر كده عندنا، وهيعمل حاجات كتيرة جدا، وبيحافظ على القلب، صحة القلب، وبيحافظ بيحمينا من الأمراض المزمنة كالسرطان يعني لا قدر الله. وكمان بينشط الذاكرة عندنا، الجماعة اللي بينسوا أنا أولهم طبعا. الحبايبي كلهم عارفين إن أنا بنسى قد إيه، فأنا كمان ماشية على المشروب ده بقالي مدة. إن شاء الله بإذن الله هتلاقوا منه نتائج هايلة هايلة هايلة، وفي وقت قصير. وانا بقول لكم لازم كلنا نشربه، حتى لو اللي مش عايز يخس جسمه سليم او جسمه مظبوط ومش عايز يخس يشربه، عشان يستفاد من الفوائد التانية اللي احنا اتكلمنا فيها. هو انا قلت بصوا هو له بتاع 15 فايدة كده، انا معرفش انا قلت منهم قد ايه، من كتر ما فوائده كتيرة جدا الواحد مش عارف يعد ايه ولا ايه. جميل جدا جدا جدا، وكمان الدكاترة بتاع الرجيم دايما بتوع الدايت بينصحوا بيه، الكباتن اللي في الجيم بينصحوا بالكركم بالذات، بيركزوا في الكركم ده. انا عملت قبل كده كذا وصفة للتخسيس داخلها كركم، وان شاء الله باذن الله حليب الكركم ده هتلاقوا منه نتيجة هايلة 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 في التخسيس، ومكوناته بسيطة جدا، مكوناته سهلة. والقرفة والجنزبيل طبعا احنا عارفينه بيخش في عملية كل الوصفات بتوع التخسيس. والفلفل الاسمر، اللي مش عايز فلفل اسمر يلغي الفلفل الاسمر من الفكره، لو بيجيلك مثلا منه حساسيه، في ناس مش بتحبه. ان شاء الله باذن الله. اهم حاجه عجباني فيه بقى ان هو بيشيل السموم اللي في الجسم، في انسجه الجسم نفسها، بيمنع ان هي تتكون تاني، بيمنع نهائي. وكمان بيشيل لنا السموم اللي في الكبد، بيركز على السموم والدهون اللي على الكبد، اللي احنا يعني لا قدر الله يا رب لما حد بيتعب بالموضوع ده بيفضل يتعالج مده طويله. لا ده ان شاء الله باذن الله بينقي ده كله وبيغسلها، وحاجات مواد طبيعيه هي موجوده عندنا كلنا. وان شاء الله باذن الله الوصفه دي هتعجبكم جدا جدا، جربوها وقولوا لي رايكم ايه.
ونمشي عليها كده حبة زي ما احنا متفقين. كل 10 ايام بنغير المشروب اللي احنا بنشربه، بس ده انا مش بنصح بيه للرجيم بس، انا بنصح بيه كمان لكلنا جميعا، سواء اطفالنا او كبار او شباب. اللي مش عايز يخس كمان بيشربه عادي خالص، كده كده مش هيضر، كده كده هينقي الجسم من السموم وهيعمل حاجات كتيرة جدا جدا مفيدة للجسم. يعني اللي مش عايز يخس يشربه، واللي عايز يخس يشربه، في كلا الحالتين احنا مستفيدين بيه. عندك اطفال ضعاف وعايزه تقوي مناعتهم وعايزه تعملي، بلاش تحط لهم فلفل اسمر، حط لهم بقيه المكونات وعلى الحليب بالعسل، بالعسل الابيض ده، وشربيهم. جميل جدا جدا. هبصي هتشوفي تغيير شاسع اصلا فيكي وفي اطفالك وجوزك، هتشوفي تغيير في كل حاجه، المناعه في كل حاجه عندنا ان شاء الله هتشوفي فيها تغيير. ويلا قوموا كلكم بقى جربوها، وان شاء الله باذن الله هتعجبكم. وما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في القناة، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ويا رب ان شاء الله بإذن الله المشروب الجميل بتاعي يستاهل ده، ويكون سهل عليكم ينفعكم. وان شاء الله بإذن الله اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.